هنتكلم عن الأرقام وعن الأعداد اللي نزلت تحديدا، لكن خلينا نتكلم عن بعض التطولات اللي حصلت امبارح على صفحات التواصل الاجتماعي عن السيدات الفضليات المصريات أو البنات اللي كانوا بيحتفلوا أمام اللجان. يعني رد حضرتك إيه؟ يعني ده تنظيم غادة في الحقيقة، يعني هي بتقود، الأستاذة غادة بتقود هذه القصة بشكل سيء. الفكرة مش في انه الستات، هو ما بيستهدفش ستات، هو عايز يظهر المشهد ان دول اللي راحوا، ان دي نوعيه الستات اللي راحت، انه الرقص هو سيد المشهد. ده مش حقيقي. يعني هي فكره انه في ناس ثقافتهم كده، في ناس بسطاء هم ثقافتهم كده، ما نقدرش نقول. لكن مثلا ما حدش راح جاب المشهد اللي في الزمالك منهم وعلق عليه، ما جابش المشهد في المهندسين وعلق عليه، ما جابش مشهد الاعلام. كان ايه اللي هو المشهد اللي في الزمالك؟ انت بتشوفي يعني يعني هي فكره الرقص وهذا المشهد الاحتفالي بتبقى مرتبطه بالناس اللي هم هي دي ثقافتهم في التعبير عن الفرح. يعني هو ثقافته كده، ما اقدرش انا اقول له لا والله حضرتك ما ترقصش عشان قدام اللجنه، عشان هو شايف ان هو فرحان ببلده وعايز يعمل هذه القصه فبيعمل. زي ما مثلا بنشوف في الصعيد، من لو ما فيش رقص في الحقيقه بس انما في مزمار بلدي مثلا بيبقى بره اللجنه، هي الناس بتحب تعبر عن فرحتها. المشهد الاخر انه هذا الاداء اللي ما فيهوش رقص ما حدش بيعلق عليه. يعني هي الفكره اقتطاع المشهد، فكره ان انا باخد الجزء اللي انا هعلي بيه. وفي الحقيقه انا عازر هذه المجموعه، يعني تنظيم غاده واخواتها واخوانها اللي هم بيشتغلوا على هذه القصه، لانه هم كانوا ينتظرون لجانا خاليه من المصوتين، سواء في انتخابات الخارج فالناس ما ادتهمش فرصه، او في الداخل فالناس ما ادتهمش فرصه، فهم في الحقيقه مش عارفين يعملوا ايه، يعني يبوظ الدنيا ازاي. فيقول يعني هو العدد لو قليل كان هيقول والله اصل هم ادوا 200 جنيه لكل واحد عشان يجي يصوت. كمان اللي تعبهم انه هذه القصه الناس رايحه مش عشان الرئيس ولا عشان تنتخب، الناس رايحه عشان هذا الوطن. علشان كده هنلاقي انه الكلام دايما رايحين نفقر للشهداء، رايحين علشان نحارب الارهاب، رايحين علشان جماعه الاخوان ما ترجعش، رايحين عشان ما نبقاش زي سوريا ولا ليبيا ولا اليمن. احنا مش عايزين، لا احنا يعني هذه القصه احنا متجاوزينها من زمان في الحقيقه. يعني فكره ان يعني ده مش قصه المواطن ما بقاش عنده، ده الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي هو شايف مشاريع وعارف كويس قوي ان هو مش هيبقى ليبيا، وعارف ان عنده قوات مسلحه قوية وقادرة على الفعل، وإيدها طويلة بره وجوه، مش هتسمح إنه هذا البلد يسقط. فهو ثقته أنهت هذه الصورة، فكرة الخوف أن يصبح مشهدا مكررا لدول سقطت وأصبحت يعني خاوية على عروشها إنجاز التعبير. لكن هو عنده أمل في الحياة. يعني أنا في تقديري إنه الأمل في الحياة والأمل إنه مصر تبقى أفضل هو الدافع الأساسي في هذه الانتخابات. هو شايف البلد بتتغير، شايف في حاجات كويسة بتحصل رغم كل الصعوبات، إنما شايف إنه في مستقبل موجود، ورغم ان هناك لا توجد رشاوى انتخابيه. يعني ما جاش حد قبل الانتخابات وقال يا جماعه والله الاوضاع هتبقى زي الفل في شهر 6 اللي جاي مثلا وكلنا هنبقى اغنياء، ما بيحصلش. هي فكره كمان الشفافيه المطلقه، كان في شفافيه بالفعل. يعني لما بنحط الوضع كده وبنقول احنا هنعمل ايه، ثم يرى المواطن ما يتحقق. هي فكره رؤيه العين، وفكره انه فعليا هو لمس ده سواء كان في الصعيد. يعني فكره الاهتمام بالمركزيه لم تعد هي، يعني نرجع القصة. ونقول ان احنا حطينا رجلينا على اول الطريق، لكن نتكلم عن دور الإعلام بقى خلال الفترة قبل الانتخابات. هل الإعلام بالفعل كان ليه دور في هذه المرحلة الدقيقة أو المرحلة الفاصلة في تاريخ مصر؟ طبعا. ولا أثر؟ لا طبعا، يعني هو مش الدور مش كامل، لكن نقدر نقول ان هو من افضل المرات اللي هو اتعامل فيها. يعني يعني 2018 انا اقدر اقول انه الإعلام يعني معقول، لكن الدور في الحقيقة مش كامل. يعني المواطن خلينا اقول ان هو بقى شريك في الاعلام، وده الفارق الاساسي. يعني لما نشوف انتخابات الخارج في الحقيقه البطل فيها المواطن، هو اللي عمل اعلامه، هو اللي صور، هو اللي عمل فيديوز، هو اللي ترجم، هو اللي ادى رسائل للخارج وادى رسائل للمصريين وشجعهم. صحيح. وهو كمان اللي ترجم الفيديوز وترجم المشاهد وراح لوسائل الاعلام واتكلم فيها. هنلاقي هناك صفحات كتيره جدا اتعملت في صحف كتير جدا في مناطق مختلفه من العالم حول هذا الامر، لان هم بادروا بده. في الداخل في الحقيقه المواطن بيعمل نفس القصه. يعني لما نشوف التايم لاين على فيسبوك في الحقيقه نلاقي كل الناس بما فيهم الفنانين. يعني لما نلاقي هنيدي نشر السيلفي بتاعه امبارح مثلا مع الجندي وهو بيصوت، الصور بتاعت استاذ عادل امام وغيره.